بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك والمباشر من برنامجكم سؤال على الهاتف، الذي يسعد في دقائقه بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على هاتف البرنامج ذي الرقم 011-405-2999، أو كتابة السؤال تحت التغريدة الخاصة بالبرنامج والموجودة في حساب الإذاعة بالتويتر. في مطلع هذا اللقاء المبارك مستمعينا الكرام، يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الدراسات العليا في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخي عبد الرزاق، وأهلا وسهلا الأخوة والأخوات، ورحب بالجميع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. حياكم الله شيخنا الكريم، وتقبلوا في مطلع هذا اللقاء المبارك مستمعينا الكرام طاقم البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر آل سالم، في الإعلام الرقمي فيحان أسبيعي، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. مرحبا بك شيخنا الكريم من جديد. الحقيقة أن هدر الطعام يكلف هذه البلاد المباركة 40 مليار ريال، أي ما يعني 40,000,000,000 ريال سنويا، فيما تبلغ نسبة الغذاء المهدر أكثر من 33%. شيخنا الكريم، حقيقة كلنا مسؤول عن هذا الهدر وأثاره على الصحة والبيئة والاقتصاد، وكذلك استشعار الجميع أهمية حفظ النعمة والاستهلاك الرشيد للغذاء هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك استجابة لتوجيهات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة. هل من توجيه شرعي لعموم المسلمين شيخنا الكريم في أهمية المحافظة على نعمة توفر أصناف الأطعمة في بلادنا المباركة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن إنعام الله تعالى على عباده بكفايتهم إطعاما هي من النعم الجزيلة التي تفضل الله تعالى بها على عباده، فالطعام نعمة توجب شكر الله عز وجل والثناء عليه. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كما أن الله تعالى أمر العبد بالتأمل والتفكر في هذا الطعام الذي يسره الله تعالى له، كيف جاءه وكيف وصل إليه بفضل الله عز وجل وإنعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وفي مواضع عديدة ذكر الله تعالى إنعامه على العباد بالأكل، فقال: لتأكلوا منه لحما طريا فيما يخرجه من حيوان البحر، وقال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، والإطعام لا يكون إلا منه جل في علاه. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام في ذكر فضل الله عليه وإنعامه: والذي هو يطعمني ويسقين. فإنعام الله تعالى علينا بالطعام يستوجب شكر هذه النعمة، ومن شكر هذه النعمة حفظها. وما يذكر من هدر الطعام الذي تورط فيه كثير من الناس هو من أوجه كفر هذه النعمة وعدم القيام بحقها، فإن الله تعالى نهانا عن الإسراف في الطعام، وهدر الطعام صورة من صور الإسراف. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفي إسراف الإنسان بطعامه إضاعة للمال الذي أعطاه الله تعالى إياه في هذه الدنيا ليستعمله في طاعة الله ويشكره جل وعلا عليه. وقد نهانا عن إضاعة المال، ومن صور إضاعة المال هذا التبديد الذي يتورط فيه كثير من الناس بهدر الطعام. هدر الطعام قد يظن الظان أنه يتخذ صورة من الصور المحدودة، كأن يكون مثلا في الولائم الحفلات
والأعراس والاجتماعات الواسعة، ولكن الحقيقة أن هذا الطعام أوسع من هذه الصورة، فهو يتخذ صورا عديدة. فمن هذا الطعام ما يكون من إسراف فيه في الحفلات والأعراس والمناسبات، ومنه ما يكون حتى في مجال الطعام الإنساني نفسه، وأنت تشاهد هذا جليا واضحا عندما تأتي إلى تلك الأماكن التي توفر الطعام حسب ما يعرف بالبوفيه المفتوح. فتجد أن من الناس من يملأ الصحون بأنواع شتى من الطعام، ثم يقوم ولم يأتي على عشرها أو على بعضها بل أو على أكثرها، بل يترك الأغلب ولا يأكل القليل، بما أن الطعام مجاني أو أنه دفع المال في قدر معين من الطعام يأخذ أشياء لا حاجة له بها. وهذا من صور هدر الطعام، من صور هدر الطعام أن يشتري إنسان من الطعام ما لا حاجة له به، فيكون في هذا إضرارا بماله، يكون في هذا إضرارا بموارد البلاد والأمن الغذائي، يكون في هذا إضرارا بصحته. فالشر المترتب على هدر الطعام لا ينحصر في صورة من الصور ولا في باب من أبواب معاش الناس، بل يتطرق إلى فساد دينهم ودنياهم. والعجيب أن الشريعة أكدت العناية بقليل الطعام وكثيره، فقد جاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من الأذى وليأكلها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجه إلى أن يكون الإنسان لا يمسح الإنسان يديه قبل أن يأكل ما علق بهما من الطعام. وفي حديث أنس قال وأمرنا أن نسلت القصعة أي نمسحها أكلا. كل هذا توجيه نبوي ديني شرعي إلى المحافظة على الطعام قليله وكثيره. وأما أن يظن الإنسان أنه لا قيمة للقليل، فتجد يعني سلات مهملات البيوت مليئة بألوان من الأطعمة يمكن أن ينتفع بها الناس ويمكن أن تكون غذاء لهم، فهذا يوجب التوقف ومحاسبة النفس، فإنه نوع من الترف الذي يوقع الإنسان في المؤاخذة. والله تعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ومن الفسق في النعم هو عدم حفظ حق الله تعالى فيها بتبديدها وإضاعتها. وإذا كان الإنسان يؤجر على شق التمرة ثوابا عند الله عز وجل بتقديمها، فكيف تطيب نفسه بملء سلات المهملات بألوان الطعام وصنوفه؟ والله تعالى يقول كلوا ويقول ولا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة. فهدر الطعام نوع من أنواع التبديد لهذه النعمة والإضاعة لها. وابن عباس يقول كل واشرب ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، وهما قرينان. فإن كثير من الأحيان يقترن الإسراف بالخيلة والكبر والعلو على الناس، فتجد الموائد مليئة بصنوف الطعام التي لا يأكل الناس عشرها ولا يأتون على أكثرها لأجل المفاخرة ولأجل الظهور بمظهر العلو وكثرة المال، وهذا من الغلط. نعم الله علينا في هذه البلاد ولله الحمد كثيرة، فثمة الأمن الغذائي وثمة توفر صنوف ما يشتهيه الناس. حق هذه النعمة التي قد حرمها كثير من الناس في كثير من البلدان أن تشكر وأن تحفظ وأن تصان وأن لا تهدر وأن تصرف المصرف السليم الذي يعود على الإنسان بصلاح دينه ودنياه. وولاة الأمر لم يقصروا في توفير ما يحتاجه الناس، ونحن بحاجة إلى أن نشكر نعمة الله تعالى علينا بهذه القيادة المباركة التي تسعى لتأمين غذاء الناس في كل ظروف وأحوالهم. ومن شكر نعم الله عز وجل في الأمن الغذائي ألا يهدر الناس هذا
هذه الأطعمة. وهذا القدر الذي ذكرته أخي عبد الرزاق فيما يتعلق بكمية المهدر من الطعام ومن الأموال رقم مفزع يشبع أمم من الفقراء في كثير من البلدان. فينبغي أن نتقي الله تعالى وأن نتخذ التوجيه النبوي والإلهي، وكما قال تعالى كلوا واشربوا، وكما قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المسلمين شكر نعمه ظاهرة وباطنة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونذكر كذلك ما يقوله أجدادنا عليهم رحمة الله تعالى: ما كانت هذه البلاد المباركة في سنوات مضت تعاني من شظف العيش، والآن ولله الحمد والمنة نحن نعيش في بحبوحة من النعم ومن شكر النعم المحافظة عليها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحافظين. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، نستأذنكم باستقبال أولى اتصالات هذه الحلقة. محمد من أبها، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. شيخ الله بالخير يا شيخ. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله. يا شيخ، صلينا في المغرب يوم الجمعة الماضية، كنا مجموعة كنا على الطريق وخشينا أن يخرج علينا وقت صلاة المغرب، صلينا في مكان فاتضح لنا أن المكان هذا تبيت الإبل فيه، لكن كان عندنا مفرش جديد وصلينا فوقه، ما أدري يا شيخ. تفضل شيخ خالد. الصلاة في مرابط الغنم، في مرابط الإبل، مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابط الإبل لا لأجل نجاستها أو ما يكون من قذر فيها، إنما علة ذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم أن مرابض الإبل يكون في الإبل من الحركة وعدم السكون ما يجعل المصلي مشوشا غير حاضر الذهن في صلاته. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في مرابض الإبل وفي أعطان الإبل، جاء ذلك في جملة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من حديث البراء بن عازب وغيره. فصلاتكم صحيحة وليس عليكم شيء، صلاتكم صحيحة وليس عليكم شيء. ولو قدر أن النهي هنا كما ذكر بعض أهل العلم لأجل نجاسة ما يكون من أرواث الإبل وأبوالها، على قول من يقول بنجاسة ذلك، فإنكم صليتم وأنتم لا تعلمون نجاساتها أو جعلتم حائلا بينكم وبينها فلا يضركم. والصواب أن أرواث الإبل وأبوالها ليست نجسة، وأن النهي عن الصلاة في مرابض الإبل لأجل ما يكون منها من أعمال أو حركة تشغل المصلي، وليس لأجل ما يتعلق بطهارة المكان، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا أو هذه المستمعة سارة عبر تويتر تقول: يا شيخنا حلفت يمين وكان وقت حلفي غضبانة جدا، وبعدها صمت 3 أيام، هل تصرفي صحيح أم علي شيء؟ كفارة اليمين إذا حنث فيها الإنسان هي ما ذكره الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم ذكر الله تعالى الكفارة التي تجب فيما إذا حنث الإنسان في يمينه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه المرتبة الأولى. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، قال تعالى: ذلك كفارة أيمانكم. ما يفعله بعض الناس أو يتوهمه بعضهم من أن الواجب في الكفارة هو الصيام ابتداء هو من الغلط الشائع الذي وقع فيه كثير من الناس. الكفارة لا تبتدئ بالصيام، إنما تبتدئ أولا بالإطعام الذي ذكر الله تعالى: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه المرتبة الأولى، خيره بين 3: إطعام من أوسط الطعام ويحصل بشيء من الطعام الذي يحصل به سد الحاجة غداء أو عشاء،
من إما مطبوخ أو غير مطبوخ بكيلو رز مع شيء من الأدم إذا تيسر، أو اللباس من أوسط لباس الناس أو عتق رقبة، هذه المرتبة الأولى. والمتيسر للناس هو الإطعام، إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. ما فعلته من الذهاب للصيام مع ترك المرتبة الأولى، إذا كنت لا تستطيعين فقد برئت ذمتك بهذا الصيام، إذا كنت لا تقدرين على طعام 10 مساكين. أما إذا كنت على ساعة من المال وتستطيعين وانتقلت إلى الصيام، فإن هذا الصيام يكون نفل تطوع وعليك الكفارة وهي طعام 10 مساكين. نعم، الله يسلم عليكم شيخنا الكريم. محمد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل، الله يحفظك. عندي سؤالين الله يحفظك يا شيخ. نعم، الأول. نعم تفضل. بخصوص الرضاعة إذا تكرمت، أنا عندي الوالد متزوج زوجتين، فأخوي من الزوجة الأولى رضع مع عمي اللي هو أخو الوالد. السؤال، هل نحن محرم لبنات عمي ولا غير محرم؟ السؤال الثاني، دقيقة، من اللي رضع الآن؟ أخوك رضع من زوجة عمي؟ نعم. أخوك؟ لا لا لا، أخوي رضع مع عمي. أخوك رضع مع عمك من جدتك؟ صحيح. طيب. السؤال ما هو الآن؟ السؤال، هل نحن محرم لبنات عمي أو لا؟ نسلم عليهم أو لا؟ الرضاع يتعلق بالمرضع، نعم، أما غيره فلا، ويأتي الجواب. يعني سؤالك أنت لم ترضع، إنما أخوك هو الذي رضع، فتسأل عنك وعن بقية إخوانك. لحظة بس عشان أفهم الله يحفظك، الحين اللي يحل أخوي فقط، الذي رضع هو أخوك. صحيح، أخوي غير الشقيق. أي بغض النظر، إنما أخوك هو الذي رضع من جدتك. أخوك هو الذي يتعلق به حكم الرضاعة، هو الذي يكون أخا لأعمامك، وأما أنتم فلا علاقة لكم بهذا الرضاع. الرضاع ينتشر من جهة المرضعة، أما المرتضع فلا ينتشر من جهته إلا في فروع أولاده ذكورا وإناثا. العم راضع مع الأخ، مع أخي، رضع من من؟ إذا رضع مثلا عمي رضع مع أخوي غير الشقيق. من أمك، من أمك رضع ولا من جدتك؟ لا لا لا، من لا لا، من زوجة أبوي الأول اللي هي أم أخوي. من زوجة والده أحسن الله إليك رضع. طيب أنا أجبت على هذا وقلت إنه يكون أخوك. لا أنا قلت أبغى العكس برضه، أبغى أفهم العكس برضه. العكس كذلك يتعلق بعمك، عمك هذا الذي رضع من أمه، هو رضع من زوجة أبيه. ممتاز. تكون زوجة أبيه أم له من الرضاعة. حلو، ممتاز. نعم. ولكن الآن اللي عشان أفهم أكثر، الأخوي اللي هو غير الشقيق رضع مع عمي، فإحنا غير محرم لبنات عمي. أنتم لا علاقة لكم بهذا الرضاع، أنتم أجانب من بنات عمك. الله يحفظك. طيب السؤال الثاني بخصوص صلاة المغرب، إذا فاتتني صلاة المغرب ودخلت على صلاة العشاء، طيب سبب. هل أصلي العشاء والمغرب، أو أصلي أدخل بنية المغرب، أو أنتظر الإمام حتى يكون مثلا 3 ركعات وأصلي معه، أو فما هي الطريقة يا شيخ الله يحفظك؟ أنت دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء وأنت لم تصلي المغرب. الله يحفظك. نعم. الآن للعلماء في هذه عدد من الأقوال، أقرب هذه الأقوال للصواب أنك تدخل معه إذا كان من أول الصلاة بنية العشاء. ممتاز. ثم تأتي بالمغرب بعد فراغك من صلاة العشاء، هذا أقرب الأقوال الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. نعم. أما إذا كان دخلت معه في أثناء الصلاة فانوي أنها المغرب، بمعنى أنك دخلت في الثانية أو الثالثة انوي أنها المغرب، ولا يضر مخالفة ولا يضر اختلاف نية الإمام مع المأموم، مخالفة نية الإمام لا تضر المأموم. نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم. أحمد عبر التويتر يقول: تحدثني نفسي بأشياء تقودني للإلحاد والعياذ بالله، ولكن أنا متمسك جدا رغم أن ذلك يسبب لي قولون عصبي، فهل علي في ذلك ذنب؟ لا إثم عليك فيما يلقيه الشيطان في قلبك من هذه الوساوس التي تذكر، وهي من الوساوس التي تدخل عليك الضيق والحرج، فإن ذلك كله
من كيد الشيطان وأذاه الذي يدخله على المؤمن. وقد شكى جماعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من وساوس يقذفها الشيطان في قلوبهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان ما يلقونه من تلك الوساوس، قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما يشق عليه ويعظم عليه أن يتكلم به، بمعنى أنه يصعب عليه أن يتكلم بما ألقاه الشيطان في نفسه من تلك الوساوس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه عندما أخبروه بذلك، وقال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني هذا الذي وجدتموه من كراهية هذه الأفكار وهذه الهواجس وهذه الوساوس التي ترد على قلوبكم هو صريح الإيمان، لأنه لا يمكن أن يكره ذلك إلا من كان في قلبه إيمان وتصديق وتعظيم لله عز وجل. ولذلك في رواية ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان، يعني هذا خالصه وصافيه، وهو ما يجد الإنسان من ضيق بسبب ما يلقيه الشيطان في قلبه من تلك الوساوس. وينبغي للإنسان في مثل هذا أن يعرض وأن يشتغل بما يصرف عنه هذه الوساوس وألا يستسلم لها، فإن الشيطان إذا استسلم له الإنسان أورده المهالك وأوقعه في الضيق والكدر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي بأنواع من الوساوس، وأمر في مقابلة ذلك أن ينتهي الإنسان وأن يقول آمنت بالله ورسله، وهذا توجيه نبوي لرد كيد الشيطان ووسوسته، فلا يستسلم الإنسان لهذه الوساوس بل يقول آمنت بالله ورسله، وفي هذا رد لهذا الكيد. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا خلق الله تعالى، الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم في رد مثل هذه الوسوسة؟ قال فليستعذ بالله، فإذا بلغ ذلك يعني إذا وصل إلى هذا فليستعذ بالله ولينتهي. وفي حديث آخر في الصحيح قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليقل آمنت بالله، وهذا تكذيب للشيطان فيما يلقي من الوساوس وانصراف عنه. إذن ما تجده هو من إيمانك بالله، فلا يبلغ بك الضيق ما ذكرت من أذى نفسي وأذى بدني، بل احمد الله تعالى أن رزقك كراهية ذلك، فذاك صريح الإيمان ومحضه. ثانيا عليك بالاستعاذة بالله عز وجل وعدم الاستمرار في هذه الوساوس، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوقف عن هذا المسلسل من الأفكار المؤذية. ثالثا قل آمنت بالله، وبهذا يصرف الله تعالى عنك هذه الوساوس، أعاذنا الله تعالى وإياك من كيد الشيطان وشره. اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. مريم من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام. رسمت صلاة أسأل الشيخ عن وقت صلاة الضحى متى بالوقت، يعني بالساعة، لأن ما أعرف أنا وقت الشروق وارتفاع الشمس، ما أعرف، أبغى أعرف بالساعة، يعني نص ساعة كذا أو ساعة. طيب هذا سؤال. عفوا أنت في الرياض صح؟ اي بعرف بالضبط كم، لأن أحيانا أجي ساعة وربع ساعة ونص كذا، أبغى الوقت بالضبط. في ناس يقولوا لا بس نص ساعة وخلاص. السؤال الثاني أبي أتأكد. السؤال الثاني صلاة الفريضة، هل يجوز الدعاء بالتشهد الأخير الفريضة مو الناقلة؟ ومعلش بالسؤال الثالث، وقت صلاة العصر وقت ما يدخل كل صلاة العصر وكل نصلي صلاة نافلة، أقطعها مع الإذان أو مع أذان العصر أو عادي أكمل يكون في تجاوز الحدود؟ أتقصدين أنك تصلي نافلة قبل صلاة العصر قبل الأذان؟ صلاة العصر إيه، بس أنا أخاف أنا وقت دخل وقت العصر وأن وقت الحد حرام يعني، وقطعها أحيانا أكملها عادي أو أقطعها. هي نافلة؟ هي نافلة إيه. طيب تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ، تفضل شيخ.
هذه عدة أسئلة. سؤالها الأول فيما يتعلق بوقت صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة باتفاق أهل العلم، ووقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني قدر رمح، وهذا بحساب الدقائق في الوقت المعاصر يكون بقريب من 12 دقيقة. فإذا ارتفع، فإذا حسب من وقت شروق الشمس 12 دقيقة، يكون قد دخل وقت صلاة الضحى، ويمتد إلى قبيل صلاة الظهر في وقت النهي، وهو قائم الظهيرة، وهو قبل صلاة الظهر بقريب من خمس دقائق. هذا ما يتصل بمبدأ ومنتهى وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل قيام قائم الظهيرة، أي قبيل الزوال بالدقائق، بعد الوقت المسجل في التقاويم فيما يتعلق بالشروق ب12 دقيقة، وأما فيما يتعلق بالنهاية فقبل الوقت المسجل لأذان الظهر بقريب من 5 إلى 7 دقائق. هذا ما يتعلق بوقتها ابتداء وانتهاء، فلا تحتاج أن تنتظر نصف ساعة كما ذكرت، بل يكفي أن تنتظر 12 دقيقة ثم تقوم فتصلي. لكن أفضل ما يكون من وقت هذه الصلاة هو عند اشتداد الحر، وقت قبيل الزوال، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال هي أولاد الإبل، ومعنى ترمض تشتد عليها الرمضة وهي حرارة الشمس، وهذا عند ارتفاع الشمس قبيل وقت الزوال، يعني في شدة الضحى قبل الظهر. هذا ما يتعلق بوقت صلاة الضحى ابتداء وانتهاء، ووقت الأفضل في صلاة الضحى هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني تقول: هل يجوز الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة الإبراهيمية؟ نعم، هذا من مواطن إجابة الدعاء، وقد نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يتخير الإنسان من الدعاء أعجبه إليه. جاء ذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التشهد ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا قبيل السلام، فإنه من مواطن إجابة الدعاء هذا الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وهو أيضا من أوقات التي يتحرى فيها الإنسان إجابة الدعاء. فقد جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أعجب، فقال صلى الله عليه وسلم: أدبار الصلوات. الصلوات جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات. أدبار الصلوات يعني أواخرها قبل السلام، هذا من حيث قوله. أما من حيث فعله، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع قبل السلام: أعوذ بالله من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، وأمر بذلك، فقال: إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وبين فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك قبل السلام بعد التشهد. وأيضا مما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجمهور العلماء على أن ذلك يكون قبل السلام. والدعاء في هذا الموضع يكون بما جاءت به السنة، وهذا أكمل وأفضل، ويدعو فيها بما شاء من خير الدنيا والآخرة على الصحيح من قولي العلماء، والله أعلم. الله يحسن عليكم. سؤال الثالث تقول: أنها تصلي النافلة وبعد ذلك يؤذن لصلاة العصر فتضطر لقطعها خشية أنه وقت نهي، فما هو التوجيه لها في ذلك؟ ليس ثمة وقت نهي قبيل العصر، فإذا كانت في صلاة وأذن المؤذن فلتمضي في صلاتها، وليس هناك وقت نهي. وقت النهي بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. إذا صلى الإنسان العصر فإنه يمسك عن الصلاة التي لا سبب لها،
حتى تغرب الشمس، بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، جاء ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أوقات النهي، والنهي هنا عن صلاة لا سبب لها. أما قبل العصر فله أن يصلي ما شاء، قبل الأذان وبعد الأذان كله من أوقات التي لا نهي فيها عن الصلاة، والله أعلم. نعم، الله يحسن إليكم شيخنا الكريم. محمد بن عسير، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. معي سؤال يا شيخ. ما هو سؤالي؟ أنا من اليمن أصلا، كنت أشتغل هنا أنا وأخواني، كان البيت مصروفهم واحد. نعم. واشتغلت عند شخص لم يحاسبني في ذاك الوقت، بعد يعني عدة سنين صرنا أنا وأخواني كل واحد لحاله في البيت، فحاسبني هذا الشخص هذا المبلغ، هل يتقسم علي أنا وأخواني وأم يكون لي؟ ليش تسأل هذا؟ أنتم كنتم اتفقتوا على أن أي شيء يدخل عليكم تقتسمونه ولا تتبرع منك أخواني؟ يعني أنا كل ما أجمعه أعنبه على أخواني وعلى أبوي وأمي، لكن من غير مشاركة، يعني إحسان من يعني مشاركة، هذا مشاركة يعني حتى أعرف حسب الظروف في اليمن. أخي الكريم، هل هو إحسان أو التزام؟ لا لا، مو يعني كنا مع بعض، كنا مصاريفنا كلها واحدة، يعني هل أنتم كل واحد منكم اتفقتوا؟ اسمعني أخي محمد، استمع يا محمد، هل أنتم اتفقتوا على أن أي كسب يكسبه أحدكم فهو للجميع، متفقون على هذا، أم أن تعطيهم إحسانا منك؟ لا لا، كان يعني للجميع يكون اتفاق على أنه أي كسب تكسبه يكون للجميع، هكذا؟ أيوة أيوة. إذن لا بد أن تعطيهم إياه ما دام أنكم متفقون على أن أي كسب تكسبونه فهو لكم، وهذا في وقت الشركة ثم انفضت الأمور وأصبح كل واحد استقل، والآن جاءك ذلك المال فأشرك فيه إخوانك ومن كنت شريكا لهم حق في هذا المال. نعم. الله يحسن إليكم شيخنا الكريم. هذا أيضا عبر التويتر يقول: شخص استوفى أحكام المسح على الجورب ولكنه يدهن رجله قبل لبس الجورب، هل في هذا شيء؟ وهل يختلف الحكم إذا كان هذا الدهن يعزل الماء أو لا يعزله؟ فيما يتعلق بلبس الجورب لا علاقة له بموضوع الدهن، لأنه الواجب عليه أن لا يلبس، أن لا يمسح على الجورب إلا إذا لبسه على طهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أهوى المغيرة ليهزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فاتفق العلماء على أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا أو الجوربين إلا إذا أدخلهما الإنسان على طهارة، والطهارة هي طهارة الغسل، بمعنى أن يفعل ما أمره الله تعالى به من غسل قدميه في وضوءه، وإذا كان على القدم في وقت غسلها دهن، هذا الدهن لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالدهن الذي يستعمل لترطيب الأقدام وإزالة الجفاف ونحو ذلك، فهذا لا يؤثر لأنه طبقة لا تمنع مباشرة الماء للبشرة. أما إذا كان كتلة لها جرم تمنع وصول الماء، فهنا يزيل هذا الدهن الذي هو عبارة عن طبقة مانعة من مباشرة الماء للبشرة، ثم بعد ذلك إذا وضعه بعد غسل قدمه ولبس عليه الجورب فإن ذلك لا يؤثر. الخلاصة أنه لا علاقة للبس الجورب بموضوع ما على القدم من دهن، إنما الذي يتعلق بالجورب هو ألا يدخل قدميه الجورب الذي يريد أن يمسح عليه إلا بعد طهارة كاملة بغسل قدميه. الله يحسن لكم شيخ الكريم. خالد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل، الله يحفظك. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير، أهلا وسهلا. عندي سؤالين يا شيخ. الأول، أنا ساكن في الرياض وحين أروح الجدة، فإذا مشيت من الرياض الجدة أجمع وأكثر في الصلوات، يعني على وقت صلاة المغرب مثلا، في وقت سفرك تقصر وتجمع؟ إيه نعم أيوة. فأنا لو جيت على وقت صلاة المغرب أجمعها مع العشاء،
هل أصلي المغرب أول شيء أو أصلي العشاء في نفس توقيت الصلاة الحين؟ ما فهمت يعني أنت الآن إذا أردت أن تصلي المغرب والعشاء في السفر وصليتها في وقت أنا العشاء وصلت المنطقة اللي أنا بسافر له. أيوة. وأبغى أصلي حان وقت صلاة العشاء أنا ما صليت المغرب. إيه تصلي لحالك ولا مع جماعة؟ إذا صليت لحالي وش حكمه وإذا صليت مع جماعة وش حكمه؟ طيب فيما يتعلق بالترتيب هو من شروط الصلاة، الترتيب بين الصلوات واجب لا يجوز الإخلال به لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يحل لأحد أن يخل بالترتيب، والإخلال بالترتيب بين الصلوات له أحوال محدودة ليس هذا منها، فيما يتعلق بما إذا جاء الإنسان ليصلي صلاة من في السفر وجمعها مع غيرها في وقت الصلاة الأخرى مثلا المغرب والعشاء وصلى أخرهما إلى وقت العشاء، فإنه يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، لأن الصلاتين بالنسبة للمعذور وقتهما واحد، وقت المغرب والعشاء بالنسبة للمعذور وقت واحد، يصلي أول وقت أو آخر وقت، ما في تمايز بين الوقتين. وبالتالي إذا أخر الصلاة إلى ما بعد دخول وقت العشاء فإنه يجوز له أن يؤخر ما دام أنه من أهل الأعذار، ويجمع الصلاتين مبتدئا بالصلاة الأولى وهي صلاة المغرب، ثم إذا فرغ منها أتى بصلاة العشاء. هذا بالنسبة إذا صلى إماما أو منفردا. أما إذا صلى مع جماعة وحضرهم وهم يصلون العشاء، إذا حضرهم وهم يصلون العشاء فإن كان أتى من الصلاة من أولها، للعلماء في ذلك قول، منهم من يقول يصلي المغرب ثم يلتحق بهم في العشاء، ومنهم من يقول يدخل معهم بنية المغرب وهم في صلاة العشاء ابتداء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا جاء من أول الصلاة والإمام يصلي العشاء أنه يدخل معه بنية العشاء، ويكون الإخلال بالترتيب هنا للعذر، وهو أنه شهد صلاة أقيمت فيدخل مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وإذا فرغ من صلاة العشاء يصلي المغرب، هذا إذا جاء من أول الصلاة، أما إذا جاء مسبوقا يعني فاتته ركعة فإنه يدخل بنية المغرب مراعاة للترتيب، وإذا فرغ من الصلاة سلم الإمام يكون قد أتى بثلاث ركعات أو أتى بما أتى من الصلاة ويأتي بباقيها ثم يقوم ويصلي العشاء بعد ذلك. الله أعلم. الله يسلمكم. هذا جواب الحالين. نعم. إذا صلى منفردا أو صلى مع جماعة. جميل. إذن الشيخ الكريم دعنا نستثمر أيضا هذا السؤال بسؤال آخر عبر منصة الطائر الأزرق تويتر. هذه جود تقول نحن مجموعة سافرنا، أو جواد نحن مجموعة سافرنا مدة 30 يوما تقريبا، قصرنا وجمعنا الصلاة، هل نقضي الصلاة لأنها تجاوزت الأربعة أيام؟ ما يتعلق بمدة القصر هي من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فما كان منكم في سفركم السابق هو على قول من يقول بأنه لا تحديد لمدة السفر وأن المسافر يقصر ولو طالت المدة حتى يرجع إلى بلده، فلا إعادة عليكم، لكن إن كنتم أنتم أخذتم بقول الجمهور القول بالتحديد فما تستقبلون من سفر امشوا فيه على هذا الرأي، إذا كان هذا هو الذي يعني أفتيتم به أو هذا الرأي الذي أخذتمه. أما ما يتعلق بالماضي فلا إعادة عليكم للصلوات التي صليتموها قصرا ولو طالت مدة السفر، لقول من قال بأن السفر لا تحديد لمدته بل يقصر المسافر حتى يرجع إلى بلده، والله أعلم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. رضوان من تبوك، السلام عليكم. السلام عليكم أخ. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل رضوان. جزاكم الله خيرا. عندي سؤال برك من فضلك. نعم. أنا مقيم وعندي راتب في تزايد مستمر وبقاله شهرين ويدور عليه الحول، كيف طريقة الزكاة من فضلك، وهل يجوز لأني أزكيه على أخ لي مريض؟ شكرا. نعم، فيما يتعلق بزكاة الراتب سواء كان راتبا متزايدا
أو راتبا مقدرا لا زيادة فيه. الراتب هو من المال المكتسب الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. إذا بلغ نصابا هذا الشرط الأول وحال عليه الحول يعني مر عليه سنة. فإذا كان الإنسان ابتدأ مثلا العمل اليوم وليس عنده وقد جعل حسابا مستقلا لراتبه، فالراتب الأول الذي ينزل لا زكاة فيه لأنه لم يمضي عليه حول. لكن إن كان يدخر منه شيئا فإنه يزكي ما ادخره إذا مضى عليه سنة. لكون الرواتب يشكل على الإنسان أن المال يعني قد يصرف وقد يبقى منه شيء ويلتبس عليه، هو إذا كان ماله يصرف قبل مضي السنة فلا زكاة عليه. أما إذا كان هناك ادخار فإذا كان يعلم قدر الادخار بأن أفرده في حساب فإنه يزكي المال إذا مر عليه سنة. وملاحقة كل مبلغ على وجه الانفراد قد يشق على الإنسان، ولهذا الأفضل فيما يتعلق بإخراج الراتب أن يحدد الإنسان زمانا يكون قد مضى فيه الحول على أول مدخر من الراتب، مثلا أول راتب في محرم هذه 1442 استلمه في آخر الشهر، مثلا في محرم 1443 يكون قد مضى حول على ما ادخره من راتب 1400 ومحرم 1442، وبالتالي يخرج زكاة هذا المدخر. إذا كان يمكن أن يحصي كل مدخر بحوله فهذا هو الذي في ذمته وهذا الذي يجب عليه. إذا كان لا يمكنه ويخشى من الالتباس ففي محرم 1443 يخرج زكاة جميع المال المدخر، فبهذه الحال يكون قد أخرج زكاة المال للذي مضى عليه الحول في وقته، والذي لم يمضي عليه الحول كراتب كمدخر صفر ومدخر ربيع وما إلى ذلك من الأشهر يكون قد عجلها قبل وقتها للمصلحة، وهو الخروج من إشكالية ملاحقة كل مدخر من الرواتب على وجه الانفراد. فيكون بتحديده وقتا يخرج زكاة جميع الموجود تبرأ ذمته على وجه يقيني، لأنه يكون قد أخرج ما وجبت زكاته من المال المدخر من راتبه ويقدم زكاة ما لم يتم عليه الحول فتبرأ ذمته. هذا الجواب كله فيما إذا كان يبقى عنده مال يحول عليه الحول من رواتبه. أما إذا كان الراتب يمضي ويصرف قبل مضي الحول فلا زكاة فيه. نعم. والله أعلم. الله يحسن لكم شيخنا الكريم. يقول هل يجوز أن أزكي أو أن أمنح الزكاة وأدفعها لأخي المريض؟ إذا كان أخوك لا تجب نفقته عليك فإنه بأن يكون عنده ولد أو والد فإنه يجوز دفع الزكاة إليه لأنه ليس وارثا فنفقته ليست واجبة عليك. أما إذا كان وارثا ولا قدرة له على كفاية نفسه ولك قدرة على الإنفاق عليه فإنه يجب عليك أن تنفق عليه لكونك وارثا له. أما إذا كنت لا تقدر تقول أنا ما عندي قدرة أن أنفق عليه وهو محتاج ففي هذه الحال يجوز إعطائه من الزكاة. يعني هناك فرق بين الأخ الوارث الذي يرثك وبين الذي ترثه بين الأخ الذي ترثه والأخ الذي لا ترثه. مثال أخ ليس له والد، توفي والدكم وليس له وأيضا ليس له ولد، فهنا أنت الذي ترثه إذا 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 مات، وبالتالي إذا كنت ترثه فعليك نفقته إن كان فقيرا وكنت قادرا. نعم. ففي هذه الحال لا تعطيه الزكاة إلا إذا كنت عاجزا عن كفايته بالنفقة. نعم. أما إذا كان أخ له والد أو له أولاد أبناء وله من يرثه ففي هذه الحال إعطاؤك من الزكاة لا حرج فيه وهو من الإحسان ويكون صدقة وصلة في هذه الحال. لكن إذا كان الأخ المريض له أبناء يعني لا يستطيعون الإنفاق على والديهم إذا كان له أولاد
فهنا يجوز إعطاؤه حتى ولو كان له أولاد يكفونه بعض الكفاية. فإعطاؤه من الزكاة لكفايته هذا من إحسانه إلى أخيه. الله يحسن لكم شيخ الكريم. أيضا مكي عبر تويتر يقول: اشتغلت مدة 3 سنوات وجمعت مبلغ 41,000 ريال والآن عاطل ما أشتغل، هل يجد تجب علي الزكاة وكم مقدارها؟ الزكاة تجب في كل مال مدخر، سواء كان إنسان عاملا أو كان غير عامل، ما دام أنه بلغ نصابا ومر عليه سنة. كل مال عندك بلغ نصابا ومر عليه حول فإنه تجب زكاته. جيب. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا فرق في ذلك بين العامل المكتسب وبين غير العامل، ما دام أن عند ما دام أنه يملك نصابا حال عليه الحول، الله يملك مالا حال عليه الحول. أما مقداره فهو ربع العشر، 40,000 فيها 1,000 والألف فيها 25، يعني زكاة مالك اللي هي 41,000 هي 1,025 ريالا. نعم. وبالنسبة لعدم وجود عمل لديه، هذا لا علاقة له بالزكاة؟ لا علاقة له في زكاة هذا المال. نعم. لأنه مال حال عليه الحول. جميل. وبلغ نصابا فيزكيه ويبارك الله له، وسأله له العمل الذي يكفيه ويغنيه. اللهم أمين. محمد من القصيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك، تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك برضه، مرحبا. عندي سؤال وكل نحو واحد يا شيخ. بالنسبة للصلاة، حنا من مناطق، أنا سكن منطقة القصيم، وحنا نروح لبريد، وحنا نروح عنيز، وحنا نروح للرس. أقرب لنا عرس يبعد عن ديرتنا حوالي 70 كيلو. هل لنا حق القصر والجمع في هذه الحالة؟ هذا سؤال واحد. أنا لك لي بيت في حائل، وروح أحيانا يومين وأحيانا نجلس أسبوع. هل أنا في حائل يجوز لي أني أجمع وأقصر وأنا في بيتي؟ البيت ملكية. وأسأل السؤال الأخير عن مرق الإبل، هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ جزاك الله خير يا شيخ وحسن لك. اللهم شيخنا مختصر. بالأخير مرق الإبل ليس ناقض للوضوء. جميل. الناقض هو لحمه، أما مرقه الذي لا لحم فيه فليس ناقضا على كل الأقوال. جميل. أما ما يتعلق بسفرك إلى المناطق التي ذكرت، إن كان يعد سفرا في العرف فهو سفر بغض النظر عن المسافة. وأما على القول بتقدير المسافة 80 ف70 كيلا ليس سفرا، فلا يحل فيه قصر ولا جمع على قول من يقول بتحديد المسافة. والأقرب أن السفر ما عده الناس سفرا. ملك السؤال الثالث ما يتعلق ببيتك في حائل، هذا البيت ملك الإنسان بيتا في بلد من البلدان لا يصيره من أهله على الراجع، وبالتالي إذا ملك الإنسان بيتا لكنه ما يعد لا يعد هذا المكان مكان استيطان. يملك عقار في الرياض، يملك عقار في مكة، يملك عقار في جدة، يملك عقار في الشرقية، لا يعد من أهلها ما لم يتخذ هذا المكان موطنا. وبالتالي إذا كان لي بيت في الرياض أو في جدة أو في أي جهة من الجهات وهي ليست محل إقامة، إنما أذهب إليها لحاجة أو لغرض أو لمصلحة، فإنه لا يعد ذلك محل إقامة. فللقصر لك القصر ولك الجمع ما دمت لم تستوطن هذا المكان الذي فيه ما تملكه من عقارات، والله تعالى أعلم. كل الشكر والتقدير مستمعينا الكرام مع عاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة القصيم.